للنقاش معنا من بوسطن الخبيرة التربوية الدكتورة كارين إيليا دكتورة كارين أهلا بك إلى سكاي نيوز عربية يعني دليل سلوك جديد تخالف فيه التوصيات السابقة كيف تفسرين الأمر وهل هو مبرر حكما ابو اساسا وقت بديت جائحه كورونا ما كان حدا متوقع انه هالقد رح تاخذ وقت طويل فحكما الاجراءات الاوليه اللي بتتاخذ بمواقف من هالنوع تجاه فيروس مش معروف شو هو قديش رح يتطور شو الاذى وسرعه انتقاله لهالسبب الاجراءات الاولى اللي اتخذت انه ابعاد الطلاب عن المدارس وتركهم بالبيت لفتره طويله كانت هي الهدف الاساسي للعمل على السلامه الصحيه للاشخاص ولكن وقتها طولت القصص واخذت مدى ابعد من هيك و... وعلى مدار سنتين اليوم الاولاد بعاد عن المدارس بعاد عن اللقاءات الاجتماعيه بعاد عن الاساتذه تبعهم بلشت تظهر النتائج اليوم على الاطفال على تحصيلهم العلمي وعلى قدراتهم على الاستمرار بالعلاقات الاجتماعيه اجتماعية وغيرها م. دونك أثرت على الحياة الاجتماعية أثرت على التحصيل العلمي أثرت على الأولاد ونموهم وقدرتهم على التكيف لأنه في كتير أولاد بياخدوا وقت أساسا أول ما يفوتوا بأول سنين المدرسة ليعملوا تكيف على الحياة الاجتماعية خارج الحياة المنزلية الصغيرة م. ولكن اليوم هذه الجائحه وعودتهم الى البيت والانغلاق عن المجتمع العوده بتصير كمان اصعب وهون اكيد بدنا ناخذ بعين الاعتبار الخصوصيات تبع الاطفال يلي هي الخصوصيات الفكريه العقليه القدره على الادراك والاستيعاب والقدرات على الاستيعاب طيب دكتوره دارين لكن لكن ايضا هناك انقسام وردود فعل متفاوته حول يعني مثل هذه التوصيات الجديده هل تتوقعين ان مع العوده بالفعل عوده هؤلاء الطلاب الى المدارس تقل حده الانقسام ويكون هناك تقبل ام قد تحدث ردود فعل اكبر في حال نتج هناك يعني امور سلبيه متعلقه بصحه هؤلاء الاطفال يعني بالاجمال بالاجمال بالبدايه الردود الفعل بدها تكون مختلفه لانه كل جهه بدها تكون عم تحكي انطلاقا من وجهه نظرها، الاطباء من وجهه نظرهم الطبيه، التربويين من وجهه نظر التربويه، المتخصصين النفسيين وغيرهم، ولكن حكما من بعد عوده الطلاب الى المدارس ويرجعوا يلاحظوا النتائج الايجابيه يلي رح ترجع تظهرها العوده الى المدارس والعوده للحياه التربوية الطبيعية عند الأولاد حكما رح تخف وتحديدا بما أنه جائحة كورونا ما أظهرت أنه تواجد الطلاب بالمدارس عم بتزيد من حدة المرض أو عم بتزيد من انتشاره أكثر من أنه يكون عم ينتشر بين نفس الأشخاص بظروف ثانية وخارج إطار المدرسة هل تتوقعين دكتورة كارين يعني أن تكون هذه الخطوة على المستوى الأمريكي بداية لعودة الطلاب على مستوى العالم أم أن الإجراءات وربما القدرات في المجال الصحي مختلفة من دولة إلى أخرى ويصعب أن يتم تعميم مثل الإجراء عالمياً يعني هو فعلياً يصعب تعميمه بقلب الولايات المتحدة يعني من لاحظ اليوم بين ولاية وأخرى الإجراءات والتدابير ما عم بتكون هي ذاتها حتى لو ولايتين يعني متلاصقتين م. بوحدة من الولايات بتكون اخذة تدابير مشددة احيانا غير مبررة ومنلاقي التدابير كتير مريحة بالولاية الثانية اللي حدها لها السبب كمان الاجراءات بعدها خاصة بحسب الخصوصية للمنطقة الخصوصية طيب ما هي هذه الخصوصية دكتورة الم... كارين يعني ما العوامل التي تدفع بلد او نطاق او ولاية الى ان تعيد الطلاب عن اخرى ما العوامل الرئيسيه للاقدام على هذه الخطوه بعد كل التحذيرات طبعا نعم هي الدراسة حول أهمية عودة الطلاب لأن التحصيل العلمي عن بعد أثبت أنه غير نافع تحديداً أنه في بعض الأولاد ما عندهم أكسس طبيعي للإنترنت وللتعليم الصحيح وفي كتير أولاد التحصيل العلمي يعني بغض النظر إذا عم يقدروا يحضروا الصفوف ولكن قديش عم يقدروا يحصلوا علمياً عن بعد وبدون مراقبة ومتابعة هيدي بحد ذاتها لوحدها خلت الألارم يقول أنه لازم العودة للطلاب لأنه إذا ضلينا على هالمعدل بعد سنة أو سنتين ما بنعرف قديش رح يخسروا مستقبليا من قدرتهم على التحصيل الإضافي وهيدا حكما بأثر عليهم مستقبليا وبأثر على على كل الأمور الثانية مثل ما قلنا على النمو الاجتماعي على الصحة النفسية والتحصيل العلمي عند الطلاب بالإضافة أكيد للإشياء الثانية اللي بيقدروا يكونوا عم يستفيدوا منها من الرياضة بقلب المدرسة النشاطات الاجتماعية الاجتماعية اللي بتصير النشاطات الطبية يلي الفحوصات وغيرها يلي بعض الأولاد إذا كانوا ببيتهم بالعزلة ما يمكن ما يحصلوا عليهم الدكتورة كارين إيليا الخبيرة التربوية والاجتماعية كنت معنا من بوسطن شكرا جزيلا لك دكتور كارين